الباختشيك. الباختشيك، بصوا يا جماعه النهارده احنا في معرض زلزال، عامل عروض وخصومات وحرق اسعار. لي اشياء حرق اسعار. تعالوا نشوف الحاجه والحاجات التحفه تحفه تحفه. حطش لايك في الطوابق عند مدرسه فضل حمزه، فضل الحديثه، فضل الحديثه، معرض زلزال الفرع الثاني. يا ساتر يا رب، ايه اللي جابكم يا ساتر؟ جنة، جنة اللي قالت لي الاسعار هنا موت نار نار. انت ما بتحبيش الخير، انت ما بتحبيش الخير للناس ليه؟ انا الناس على فكره، مش جنة اللي قالت لي، البتش دي هي قالت لي، قالت لي ان انت جايه جاهزه من هنا ومعاكي فلوس. بلوجر، انا معايا فلوس. تعالوا يا بنات نشوف الاسعار والحاجه جوه عامله ازاي. بصوا يا جماعه، في هنا جميع المنظفات باسعار برضو خياليه. بصوا بصوا هنا في الحلل الترندي وفي كل حاجه هنا كده. في فوق فين حاجات للشامبو، شامبو للروايح الحلوه، في فلايات. بصوا يا بنات، دي الشنط اللي هي بتاعت منظم السفر اهي، اللي الناس كلها كانت بتقول لي عليها، موجوده هنا في زلزال بسعر تحفه جدا جدا جدا، ودي كمان اكبر من اللي انا كنت جايباها. في كمان لبس شتوي، وفي الحفه. بصوا بصوا بقى يا حبايبي، هنا الاجهزه الكهربائيه والمكوى بتاعت الشعر والاستشوار والمكنسات والكبات. عندنا الكبه دي تحفه. بصوا عندي مكنه القهوه، حلات الضغط والميكرويف. عايزه اقول لكم ان هم عاملين خصومات تحفه 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 بمناسبه الافتتاح. بمناسبة الافتتاح يا بنات، بصوا بقى هنا الحلل الألمونيا والجرانيت والتيفال بأسعار خيالية، كل حاجة مكتوب عليها أسعارها كده زي ما انتوا شايفين. بصوا بصوا بقى البرادات بأشكالها وأنواعها. الكوتشي توتشي دي، الكوتشي توتشي دي. بصوا بقى دي قهوة وشاي، وبصوا عجبتني قوي قوي دي. بصوا تحفه، والكازرولات الالمونيا. بصوا هنا في جميع رفايع المطبخ. 89. بصوا الاستاند بتاع الهدوم، وهنا بصوا العياشه دي ب 385 ودي ب 450. بصوا بصوا الترند، الترند بنت التافهه ريز. بصوا هنا طبق الفاكهه عامل ازاي، من اول 140. بصوا عامله ازاي دي. بصوا 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 كل الترند هتلاقوه هنا. بصوا ستيتش، بصوا الحته الجامده جدا دي، برطمانات ايكيا كمان. بصوا هنا بقى دي كامله كده للنيش اللي حابه تجهز بقى. اسعار يا بنات، حرق اسعار، هو زلزال عامل حرق اسعار. بصوا بصوا الطعم ده. انا جايه اتجوزت. مش ايه اللي جابك ورايا؟ انت اللي جايه والله. شعبتش منها والله، منها لله. ندى، ندى قفلي في كل حته. ندى اللي تعرف انا هجيب ايه وبتجيبي زيي. هجيب زيك ليه يا اختي؟ انت تعرفي تجيبي زيي. ندى اللي قالت لي ان انا اجي عشان حرق الاسعار. هنا عاملين اسعار يا بنات في القلب. بصوا يا بنات بقى، تقومه الشاي وتقومه القهوه. بصوا 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 صرح صرح كبير من القمه اللي بصوا بيرضي جميع الاذواق، اي حد، جميع الاذواق. في غالي وفي رخيص وفي كل حاجه، وفي خصومات جامده على فكره لاي حد هيجي تبع نوجه بنت البلد. بصوا الطعم ده، دول قمه الشوربه باشكالها وانواعها. بصوا كمان هنا في اللي هي الكاسات الشعبي، يعني في غالي وفي رخيص وفي متوسط. كمان المجات نفس الكلام. بص هنا في قسم كامل وكله خصومات للعنايه بالشعر والجسم والبرفانات وكل حاجه. هنا قسم المفارش بقى برده عليه عروض جامده، والحافظات وبديل السجاد والستائر الشتوي والفوط. نخش بقى على اللبس الشتوي كده زي ما انتم شايفين، في بقى كل العروض وكل الخصومات. بصوا اللانجيري
حاجات شلقلتش القضب يا بت، عليها خصومات جامده. بص مجموعه كامله من الساعات واسعارها تحفه، الصواني الترند واسعارها تحفه التحفه، والفازات بص دي جامده بقى، فوت المطبخ باشكالها كيوت. بصوا بصوا جميع المفارش بقى بتاعت السفر. بقول لكم ايه، زلزال عامل عروض تحفه، اللي هي بتاعت التواليت 3 دي، الشنط. رابنزل تاخدي واحده للدرس؟ ايوه. الله شكلها كيوت قوي. حبايب قلبي، معرض زلزال بيوصل لجميع الاماكن، هسيب لكم في الكومنتات الرقم وكل حاجه، وبحبكم ومبسوطه اني قابلت سيسي بان. احلى متابعين، متابعينه جامد جدا حبيبتي اختي. ومبسوطه اني قابلت دودو. انا وشي اتعور. اتعور من ايه؟ منك. ايه ده؟ اعوذ بالله، انت طلعت ازاي دي؟ يا بنت هو انت عفريق البنت دي؟ اقسم ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ما اعرفهمش. امك هتخدينا فين؟ هتخدينا فين؟ هتعشينا فين؟ ايه بقول لك قدام الناس؟ يا ابني ها شاورما، يا عيب الزلابوكا. بصوا يا جدعان انتظرونا هتغدينا. بعيد عني، ده انا رايح اجيب علاج. انت ما تعرفيش يا ساتر، يا رب بتخالي. مش هناكل، مش هناكل.